هاي يو اتس مي اتس جي دي 13 جود من هروج المصارع مع حلقة ثانية من طور المهنة للعبة WWE 2K17 وشخصيتنا وهلان. واللي ما يعرف شخصية وهلان اتمنى انه يرجع للحلقة الاولى ويشوفها عشان يتعرف على هذه الشخصية. المهم عندنا NXT والرحلة ومشوار البطولة اللي لقب NXT. عندنا المباراة هذه والاسبوع الثاني من شهر يونيو ضد سايمون غوتش من فود فيلنز. خلف الكواليس. Hey kid, really glad to see you're taking what we learned in the performance center and really running with it. You're really bringing the full package. Your promos, charisma, everything. Keep it up. برنس ألبرت سعيد بالمجهود اللي قاعدين نقدمه في NXT حتى الآن. فشيء جميل. ممكن نطلع في التصنيف مرتبة. المهم وهلان سايمون غوتش NXT. اوكي عندنا المباراة وهلان ضد سايمون غوتش وفي مشوار بطولة NXT. شوف هذه المباراة كيف راح تنتهي لان عندنا نبغى نتدخل على احد على اساس ايش نطلع في التصنيف اسرع. سايمون غوتش كسب هلان. حتى الان قاعد يعاني في العكسيات اللي هي وانت طايح في الارض حس شوي توقيتها صعب يعني. لكن الاهم عندنا ايش فوز هذه المباراة. سوبلكس برين باستر. يا سلام جاهز وهلان اللي يسوي السيجنتشر حقته. وهلان دام يا سلام وهلان تثبيته سريعة. 1 2 3 انتهت. وهلان ينتصر على سايمون غوتش وفي مشواره اللي لقب NXT. شيء جميل. بسم الله الآن قاعد أتخيل لما يشير البطولة تطلع جيدة يعني. ستيفن أخذها على المين روستر. تمام التصنيف عندنا ارتفاع وإحنا الآن في التاسع. عندنا تايسون كيد، زاك رايدر، سكوت دوسن، فان دانجو، أبولو كروز، سامي زين، شينسكي ناكامورا، بارن كوربن المصنف الأول. عندنا منافسة صعبة خصوصا التوب 3. سامي زين 87، شينسكي ناكامورا 86، بارن كوربن 80، والبطل سموه جو 87. اوكي عندنا الان في المين ايفنت مباراة وهلان وتايسون كيد. هي المباراة الاولى والافتتاحية للعرض. هذا المستوى هذا المشكلة انه نكون في NXT ونحن نفتتح عرض بسيط مثل مين ايفنت. لكن تايسون كيد منافس ومصنف ثامن في هذه البطولة للقب NXT لازم اعرف نتعداه اذا نبغى نوصل للقب بشكل ايش قوي. سلام الان باللينك بريكر ممتاز حتى الان اللعب. تايسون كيد يعكسه وهلان يطلع برا حلبة. تايسون كيد وراه. يعكسه وهلان. من الان اقدر اشوفه بطل NXT الجديد. لكن عندنا مشوار جدا صعب. سامي زين، شينسكي ناكامورا، بارن كوربن غير البطل سموه جو. ركبة لوجه تايسون كيد. دبل اكس هاندل. هيركين رانا من تايسون كيد. الارم بار يطلع منه وهلان. حكم وصل للعد 7. وهلان يعكسها. DDT برا الحلبة 8. حكم وصل لـ9. هل تنتهي المباراة بشكل كذا؟ يس!
Get your cell phones out, take your photos, send your texts about me. This is once in a lifetime thing for all of you. I mean, I don't think you'll be able to afford the next one. By then, I'll be such a legend. Text will skyrocket. You all should be grateful right now. Open them eyes wide. You're looking at the next big thing. So remember this moment. Breathe it in. It will be the best in your life. As you know, at the next pay-per-view, I'm putting everything on the line. I've come to my final straw, and I'm not going to back down. I've got the odds stacked against me, but there's no chance in hell I'm going to lose. At the next pay-per-view, I'll woke up the winner. If you think I'm done after coming out here, think again. I'm just getting warmed up. It's only a matter of time before I go full nuclear. And when that happens, you don't want to be a quarter mile from where I am. If that doesn't get you fired up, I don't know what will. There's nothing like... Okay, وهلان كان عنده برومو قوي وقاعد يتكلم عن نفسه وعن المقدرة اللي يقدر يسويها داخل WWE وخصوصا NXT الآن وانه هو المنافس الأقوى للقب NXT وهذا شيء صحيح. وعندنا سايمون غوتش من جديد مرة ثانية. كي مع مباراة ثانية ورد الثار لسايمون غوتش لكن no way سايمون غوتش. سايمون غوتش يكسه لكن وهلان يكسه على طول. يتحكم في المباراة في الزاوية. أوه كلوز لاين. كلوز لاين مفاجأة من وهلان. سايمون غوتش سوبلكس. سوبلكس من سايمون غوتش. طلع منه وهلان بالليج سويب كذا. سايمون غوتش يخلص كل الريفرسز حقته والعكسيات ويورط نفسه. الان فرصه لوهلان ان يتحكم في المباراه بشكل جدا قوي. بومب هاندل باك سوبلكس. يس يا سلام. ايش يخبي وهلان الان؟ هذه باك سوبلكس ثاني شغال كله على راس سايمون غوتش. اوه يركز سايمون غوتش. سايمون غوتش ورط نفسه مرة ثانية. مشكلة شكله مو في يوم برين باستر من وهلان. رائع 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 رائع. تحكم في المباراة مباراة سهلة وخصم سهل لوهلان. لكن ايش عندنا الآن؟ اوه يا سلام سباين باستر مع تثبيته ممكن سريعة. وان سايمون غوتش يطلع منها بشكل نظيف. اوه لا يرحم لا يرحم وهلان لا يرحم. وهلان يجهز حركة خاصة. اوه غوتريتش من وهلان يا سلام. هذا بودي سلام كلها عرفناها من حركاته المعتادة. اوه سيجنتشر. يا سلام يا سلام وهلان ما حتوقعها لكن سايمون غوتش يكس. واو عكسيات المباراة واحد ورا الثاني وسايمون غوتش لسه ما خلصنا نقول عكسيات ويعكسها وهلان. بولدوغ انتهت 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 انتهت. وهلان استنى بتشوف ال او ماي جاد. خلاص 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 وهلان درايفر هي ذي. وهلان درايفر يا سلام انتهت انتهت انتهت. او ماي جاد تثبيته هي. 1 2 3
والان ينتصر للمرة الثانية على سايمون غوتش ويثبت نفسه انه مكانه افضل من المصنف التاسع لبطولة NXT. والله يعني خصم جدا سهل، حلقة بسيطة لكم ورائقة. وعندنا مرة ثانية في مين ايفنت تايسون كيد، يعني اسبوعين متكررين بشكل مو طبيعي. 1 2 3، يا سلام، والان يفوز المباراة على تايسون كيد للمرة الثانية على مين ايفنت. الان يستلم ستريك واهلان انتصارات مباراة ورا الثانية، اسبوع ورا اسبوع، واهلان في انتصار مجدد على تايسون كيد. شوف اوه ايش يسوي واهلان؟ سايمون غوتش يتدخل. ايش يسوي سايمون غوتش؟ ايش يسوي؟ هنا جوا سايمون. اوكي تمام، اغرب اشياء في الدنيا هنا كلها. سايمون غوتش واهلان 1-on-1 جوا الحلبة. يحاول سايمون غوتش انه يثبت نفسه كمنافس ند لي واهلان دي دي تي الرائع، لكن واهلان ما عنده اي رحمة. واهلان اوه يعكسه، واهلان يعكس سايمون غوتش. يا سلام، يجهز الفينشر. هل يثبت نفسه؟ لا، يا سلام، واهلان دي دي تي في الوقت المناسب. بودي سلام، لكن يعكسه سايمون غوتش. خلاص اتوقع كذا سايمون غوتش يفوز في السيجمنت هذا بتدخل الفاشل. يا فاشل يا سايمون غوتش. شوفوا هلان بيهجم عليه، هلان جس واقف كذا ما يسوي شيء، بس واقف يتفرج ولا كنسه. على العموم يعطيكم الف الف عافيه يا شباب، ان شاء الله تعجبكم الحلقه هذه البسيطه، هذه الحلقه الثانيه من طور المهنه لل WWE 2K17. ان شاء الله الاسبوع هذا راح تشوفوا حلقه ثانيه في وقت جديد وبدري، وراح تكون الحلقة الثالثة، ونشوف وين واهلان في مشواره لبطولة NXT. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير يا شباب، وإن شاء الله نشوفكم في الأيام القادمة، وإلى اللقاء.